إجابة لنداء وطني بوقفات متفرقة في المكان موحدة في الزمان. وهذه الوقفة تأتي للأوضاع المأساوية التي أصبح يعيش عليها قطاع التعليم في المغرب. الكل يعرف التدهور الخطير والنتائج السلبية للمخططات المتوالية لإصلاح قطاع التعليم وما تبع ذلك من إهدار المال العام في كل مرحلة من المراحل التي قطعها منظومة إصلاح التربية والتمويل. هذا الإصلاح أدى إلى تخريب التعليم بخصوصته وإعطائه لأصحاب المال. بالتالي نحن في جمعية دفاع حقوق الإنسان ندق ناقوس خطر أن قطاع التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الكبرى وقطاعات استراتيجية التي تبنى عليها الدول، بحيث لا تنمية بدون تعليم ولا تقدم بدون تعليم. تعليم حقيقي ديمقراطي منتج فعال، ليس تعليم طبقي، تعليم خرافي نلقي التلميذ والطالب اكثر مما نعطيه من كيفيه ونوعيه التعليم. القطاع الاجتماعي الثاني هو قطاع الصحه. في هذا الاطار خدات جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان على العاتق ديالها تنظيم هذا اليوم وقفه احتجاجيه وطنيه، وبالتالي حنا ما غاديش يكون هذا اخر او الوقفه الاحتجاجيه الاخيره، غادي تكون محطات نضاليه متواليه للدفاع على هذا الملف اللي كنعتبروه ملف استراتيجي حيوي لا يمكن ان يكون مجتمع متقدم بدون تعليم عصري تنويري ديمقراطي يهم جميع فئات الشعب بدون تمييز، والا اصبحنا في مجتمع ذو مجتمعين، تعليم برجوازي يؤدي باولادهم الى تعليم الى المناصب العليا وطبقات فقيره مهمشه نراها في الشوارع، والى وصلت فقرات فهي امام البرلمان كتاكل العصا في اعتصامات